سيد وزير الشؤون الدينية، سيد وزير الشؤون الدينية معالي الوزير، نعطيكم اقتراح، ممكن الاقتراح هذا تقترحه كوزير أول يبقى يخدم عليك مدى الحياة. نتمناه إن شاء الله أنكم تديروا منحة لحفظ القرآن حاصلين على إجازة حتى تا 15000 ولا 20000 دينار تزيدها له في لابيك يعود عامل، ولا تعطيها له يعود بطال، لأنه كي نحفظوا أولادنا القرآن باسكو حنا وجدودنا ما في سبع سنين ونص قدموا، في سبع سنين ونص قدموا مليون ونص شهيد، علاش احنا ما نحفظوش مليون ونص فرد للقرآن الكريم؟ معالي الوزير يعني احنا كون نحفظوا الناس القرآن ما يجي عنا ماك، ما يجي عنا واحد، راح نكونوا نشب تاعنا اللي يحب الوطن، لانه حب الوطن من حب الله، وهذا هو واش نقدر نقدم. وشكرا، واملنا فيكم كبير. شكرا، بارك الله فيكم.